يعني بنعدوا على الأصابع، بس كانوا كلهم سخنين وفركنا طيري طيبي باقة الغربية، هذول اللي أذكرهن. عرفش إذا هي تذكروا برضو أسماء ثانية. نعم كان مندوب عن العراقيب في إخواننا في النقب، وعارة وعرارة كمان كانوا. فكان الحديث نعم لأول مرة بيكون ممثل عن اللجنة الشعبية لدالة الكرمل، بيعرفوا قضية الخط الغاز اللي بده يمر، وإني في نضال وبيعترفوا إسا إنه إحنا يا عمي كنا مغفلين أو غافلين أو كانوا يستغفلونا إنه أنتوا أولاد عمنا وحلف الدم، ولكن اكتشفنا هني بقولوا يعني إنه إحنا مستهدفين مثل كل الجماهير العربية، يعني بقضية الأرض كل مستهدف. بالنسبة لهم نتنياهو صرح في مؤتمر هرسلية من حوالي 5 سنين أو 6 سنين إنه المشكلة الديموغرافية الكبرى، مشكلتنا ليست مع الضفة وليست مع غزة، مشكلتنا مع العرب الأقلية العربية الفلسطينية في داخل دولة إسرائيل. يدعون عنزرة لما كان وزير الأمن الداخلي أيضا كان يقول، كان يقول هيك: مصيبة غزة نتريح منها، مصيبة الضفة بتنحل بدولة من رجعها، أما في مصيبة بدها تظل ترافقنا إن العرب فلسطينيين في داخل دولة إسرائيل. بمعنى نحن نشكل شوكة في حلوقهم، والأرض هي المورد وهي الجذور. لذلك كلما أخذوا أرضا، كلما اعتقدوا أننا ضعفنا، كلما قل الانتماء، كلما أخذنا نبحث عن مكان آخر. أنا أقول هكذا يعتقدون بطبيعة الحال، ولكن ليس بالضرورة هذا ما سيحصل، وهذا لم يحصل بطبيعة الحال. مفهوم من الناحية الإحصائية، لم يتبقى بأيدي العرب من الأرض سوى حوالي 2.5%، 98% أقل نتفة سلبت وصودرت بشتى الوسائل بطبيعة الحال. وكلما برز أن هذه الدولة دولة يهودية، وهي سائرة في الحقيقة إلى نوع من الحكم أستطيع أن أقول له فاشية يهودية، على اعتبار أن الفاشية التي أسسها موسوليني هي إلغاء للفرد وتعظيم وتقديس للدولة، تقديس للدولة. الدولة بحد ذاتها هي هدف وليست وسيلة. المواطن ينسحق أمام الدولة وتقديسها. كذلك تريد دولة إسرائيل أن تحول طابع هذه الدولة إلى دولة يهودية نقية، وكل من يعارض ذلك لا يعتبر مواطن. وبذلك إحنا انتقلنا مرحلة، يعني أصبحت الصهيونية من حركة قومية يهودية إلى لون من ألوان المواطن، وهذا التطرف وهذه الفاشية بطبيعة الحال. الآن عودة إلى قضية الصراع على الأرض. إخواني، في هذه الدولة أنماط السكن، يعني هاي من الدول القليلة في العالم إنه أنماط السكن فيها أيديولوجية، بمعنى أنت وكم واحد إيش أسلوب حياتكم بتختاروه، أنتوا بتفرضوا إيش شكل استيطانكم. في الكيبوتسات الاشتراكيين، في للحريدين المتزمتين، في أنواع الاستيطان المختلفة. طب هنا إحنا نسأل حالنا سؤال، الدولة مستعدة أن تحترم أسلوب الحياة لأي إنسان يهودي، تحترم فكره وأيديولوجيته، تحترم ثقافته في البناء؟ إلا عند العرب لا تحترم ذلك، وعلى العكس. يعني كلما قدمنا استجواب للوزير الإسكان أتياس، كلما قال السبب أنتوا شكل بناءكم، أنتوا بدكم تظلكوا تبنوا دار واحدة على أبصر أكبدلو، ابنوا بنية ريفويا مكثفة، اطلعوا طوابق. طب منقول له يا سيد أتياس، وعلى فكرة هو التياسي عنده رهيبي، من الوزراء هو وزير الداخلية، من الوزراء اللي انت بتسألني بواد وبشبك بوادي ثاني، فبنقول حرام على وقتها، يعني حرام على وقتها بالاستجوابات ليلة. فبنقول له طيب يا عمي، في مدينة قاعدين تبنوها كاملة اسمها حريش، على حساب كفر قرع وعارة وعرعرة وبرطع وإم القطف، كله حسابه. طب وقاعد انت تراعي النمط واسلوب الحياة الحريدي، بتعرف شو احنا هبلانين يا عم، احنا بدنا نتطور ضمن مساكننا، بدناش نيجي لا على كرميل ولا على محل، بس اعطونا نتوسع، اعطونا نعيش، اعطونا نعيش حسب نمط حياتنا. ليه بتتهموا ثقافتنا في البناء بينما ثقافة البناء عند الاخرين انت تحترمها، انت بتحترمها، هاي اولا. ثانيا،
قضية المسكن وهنا أنا وإلى ذلك أنا أعزو مسألة التباطؤ في انضمامنا كجماهير عربية إلى حركة الاحتجاج الحالية في المجتمع اليهودي. السبب الأول لهذا التباطؤ أنا أربطه بطبيعة الحال بالاختلاف في التعامل مع قضايا المسكن لدينا ولدى اليهود. قضايا الأرض والمسكن لدينا بالنسبة للسلطات هي قضية أمنية. هاي قضية أمنية من الدرجة الأولى. توسيع مسطح قضية أمنية. خطأ هيكلية قضية أمنية. بينما الاحتجاج في روتشيلد وفي تل أبيب هو احتجاج شرعي طبيعي لمواطنين مدنيين يطالبون بأمور مطلبية يومية عادي شرعي طبيعي. وإلى هذا أنا أعزو في الحقيقة أحد أسباب التباطؤ في انضمامنا كعرب لهذه الحركة الاحتجاجية. لأنه إحنا عندما كنا نصرخ يا جماعة عندما كنا نقول نريد توسيع المسطحات لأن هذا يخنقنا ويؤدي إلى أزمة سكن لدينا لم تكن تسمع هذه الصرخة، لأنه في الخلفية هناك شيء أمني، هناك خطر على أمن الدولي في توسعات. ولا أريد أن أذهب بعيدا لا أتياس ولا لا إليشا. طبعا كنت عضو بلدية سخنين عام 2003 و2004 أثناء عمل لجنة تحقيق الحدود، لجنة تيجر التي عينتها وزارة الداخلية لبحث طلب سخنين توسيع منطقة نفوذة واعتراض المجلس الإقليمي مسقط، والذين حضروا الجلسات طبعا سمعوا ما سمعت. أولا لاحظوا الاختلاف، لاحظوا الأهمية اللي بيقولوها. إحنا نيجي على الاجتماعات معنا مهندس البلدية ومرات المخطط رأسي. طيب يا جماعة هناك كل مستوطني معاها مخطط وجيوغراف وأرخيتكت وإشكوفيوت وخرائط ودنيا، كل مستوطن من المستوطنات. طبعا المبدعين كانوا تعين مستوطنة يوفالين، تعين مستوطنة يوفالين بأحد بعرفش هو كنا عندن في مسقاف ولا كنا في الناصرة مش عارف، لما قالوا إحنا منعارض توسيع منطقة نفوذ سخنين لأنه سخنين مدينة طابع بنائها وحياتها مدني، وإحنا بدنا نحافظ على أوراق حيين كفرية. جماعة بيه مش حكيها بالعبرانية طابع، بدنا نحافظ على الطابع القروي. يا سلام، انتوا طابع قروي واحنا مديني؟ يعني انا لازم احترم طابع بنائك وحياتك وكو انت لازم تخنقني وما لاقيش وين اسكن ابني؟ طبعا بطبيعة الحال البعض منهم قال بوقتها انه بكفيش احنا الاذان بزعجنا وخورا بدكو تقربوا دلانا، الاذان بزعجنا بدكو تقربوا دلانا. هذا الحكي دائما في الاجتماعات، على فكرة في الاجتماعات. فنحن بالنسبة لهم تهديد أمني. لذلك تختلف قضية الأرض والمسكن لدينا عن قضية الأرض والمسكن في الوسط أو في المجتمع اليهودي. ولكن على الرغم من ذلك أنا لا يفهم أنه لا نستغل الاحتجاجات الحالية، لا أبدا، أنا مع استغلالها. أنا مش مع التوقعات العالية بطبيعة الحال، أنا مع استغلالها ولو على الأقل لسببين. السبب الأول فرصة وسائل الإعلام مسلط، الرأي العام مسلط لعرض قضايانا على الأقل ممكن فقط عرضا. واثنين لاستنهاض الهمم. يعني إحنا درجة حرارتنا النضالية وطاقتنا النضالية نحن نستطيع أن نشحذها من خلال هذه الفعاليات وهذه الخيام. من هنا الأهمية. الشيء الثالث اللي قد يحدث، يعني في الكنيسة نتنياهو والوزراء معظمهم كانوا مضغوطين ومرتبكين، اليمين وخاصة ممثلي الاستيطان أيضا في إحراج، لأنه بطل على الأجندة للمجتمع الإسرائيلي اليهودي قضية الأراضي المحتلة وقضية المستوطنات. هم يريدون أن تبقى قضية الاستيطان على الأجندة، القضية الأمنية هي على الأجندة. والبعض منهم يعتبر أنه تحويل تسليط الرأي العام اهتمامه على القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيضعف من القضية الأمنية والاستيطان. وأنا قلت طبعا كان في اجتماع في الكنيسة كان نتنياهو، قلت له لك يا عمي أنتوا لما كانت الثورة بمصر وبتونس كنتم كيفين وتقولوا يعني احنا مبسوطين انه الثورة هناك ثورة خبز، بيجيبوش سيرة لا فلسطين ولا اسرائيل، مبسوطين كنتم وبدكم هيك انه الثورات العربية فقط ثورة خبز وثورة جياع وكانها، وكنتم حريصين انه لا يذكر هناك لا فلسطين ولا اسرائيل. بينما هون في اسرائيل انتم حريصين على انكم تدخلوا على الاحتجاجات الاجتماعية الاقتصادية ايضا القضايا السياسية والقضايا الامنية. الآن إذا وصلت هاي الاحتجاجات اللي بتسود المجتمع اليهودي، اللي أنا ما لسه بقدرش أقول عنها ثورة، هي مقدمة لاحتجاجات، إذا وصلت لدرجة
البعض منهم طبعا بيقولها من حركة ميرتس والجبهة وغيره اللي هن متداخلين في هاي الاحتجاجات، انه سبب المشكلة الاقتصادية والاجتماعية هو الاحتلال ودعم الاستيطان الذي يكلف دولة اسرائيل المليارديات التي كان يمكن ان تصب في داخل الدولة دعما لسواء مواد غذائية اساسية او لمسكن او لغيره. يعني اذا استطعنا واذا استطاع البعض طبعا ان يوجه السبب للعامل الاساسي يوجه الانظار وهو دعم الاستيطان والاحتلال، بطبيعة الحال بشكل غير مباشر نحن ايضا سوف نستفيد. هذا اولا. ثانيا، بطبيعة الحال سبب هذه الاحتجاجات هناك عدة اسباب، انا باعتقادي هناك ثلاث اسباب رئيسية. السبب الاول هو تحول المجتمع الاسرائيلي ودولة اسرائيل الى مجتمع رأسمالي ليبرالي يؤمن بفلسفة السوق وعقلية السوق الامريكية. والسبب الثاني والاساسي انا برأيي هي عسكرة المجتمع الاسرائيلي والسجود لإله الامن الدائم الذي يؤدي الى استنزاف القوى الاقتصادية والموارد المالية لدولة اسرائيل. السبب الثالث طبعا التأثر بالثورات العربية، وهذا مما يبهشنا، يعني انه الثورات العربية التي حدثت في مصر وفي تونس لها تأثير ايضا في داخل دولة اسرائيل، على اعتبار انهم اكتشفوا قوة الجماهير واستطاعة الكم تغيير النوع وتغيير الكيف، بمعنى انك عن طريق كم هائل من الناس تستطيع ان تؤثر وتستطيع ان تغير امور في داخل الدولة. بالتالي اخر ملاحظة بالنسبة للثورات العربية اخوان، بطبيعة الحال احنا لما نشوف الثورات نشوف احسن ثورات اللي هي تونس ومصر، لكن لا ندخل في الثورات التي دخلت في وضع شائك في ليبيا وفي سوريا، في عدة سيناريوهات لهذه الثورات. ولكن على الأقل من وجهة نظري هذه الثورات على الرغم من أننا حتى الآن لا يمكن أن نرصد نتائجها، لأن الثورة لا تقيم لا بيوم ولا بيومين ولا بسنة ولا بسنتين، نحن نتحدث عن نظام عربي لعشرات السنين لا تستطيع تغييره لا بشهر ولا بسنة ولا بسنتين. يعني في شاعر هيك بيقول، اللي هي نظرية سياسية بس قال بيت شعر هيك عن عقد وعن مزدها، قال: لا تقنطوا فالعقد ينثر دره ليعود أحسن في النظام وأجمله. يعني شو نظام جديد اللي بيصير؟ يعني احنا انتهينا من الحرب الباردة تقريبا بال91، إسا في فوضى عالمية بده يصير نظام ممكن. اليوم في ثورات عربية ضد أنظمة عربية اللي هي أجت ما بعد الاستعمار وما بعد الانقلابات مرحلة الخمسينات والستينات، اليوم بعد حوالي 40 سنة أو 50 سنة ستقلب، ولكن هذا النظام حتى يستقر بحاجة إلى سنوات. بالضبط زي المسبحة، أنت إذا بتقص الخيط وبتدشر الحبات ينزلوا على المصطبة بده ينظل يقفز ويقفز ويقفز، بتعرفش لوين تاني يستقروا، تاني يستقروا بصير النظام جديد. وكذلك الثورات العربية. آخر كلمة إخوان ولا بد أن أقولها، أن تراثنا وإرثنا الحضاري والثقافي الديني التي تجسد الحرية والعدالة والتي تنقض الاستبداد، كل القرى الفلسطينية عمليا موجودة. إخوان في 48 كان عندنا 3 مدن عربية كبار، كانت يافا 72 ألف، كانت مدينة وحضارة، مش بس يعني الحمضيات والليمون والبرتقال، كانت حيفا 74 ألف، كان عكا 72 ألف وقطاعة، سخرين كانت 3000 نسمة ب 48. معروف إنه حكى الشيخ مسعود إنه الحكم العسكري بدي ب 5/7/48 واستمر ل 5/6/66 في قرية مش بعيدة علينا وين هي شعب. والإخوة بذكروا كليات الإخوة الكبار، إحنا قسم ما كان خلقان، إنه اللي كان بتدروه على عكا فيش طبيب، أول طبيب بسخنين وانت كان ب 73 ب 55 دكتور جميل الياس يعطي العافية فتح أول عيادة له ب 55، كان كل أهلنا وين ياخذوا أولادهم؟ على عكا عند دكتور أرديكيان أو شبان، مزبوط ولا لا؟ وقديم يعني أهلنا كانوا عانوا، قسموا العرب للمناطق العربية لخمس مناطق عسكرية، وممنوع واحد يطلع ياخذ إلا إيش؟ رخصة. وين كان عمليا رخصة التخنين من اخذوها؟ من شفعمر عمليا، بمعنى تخيلوا المجتمع لا عنده كهرباء ولا عنده مي ولا عنده طبيب، اول ماسوره مي بسخنين ب 7/7/65، واول فيوز كهرباء كان بال 74/8/8،
بمعنى انه يعني اقليه مقموعه مضطهده فيش عندها ولا شيء وتحت دير الحكم العسكري. كل الخبراء اليهود بيعتقدوا انه ما كان سبب الحكم العسكري، ما كان اي سبب امني يهدد الدوله يعني بين قوسين بعد النكبه لحكم عسكري بهذا المجال. قبل ما نعطي ابونا يحكي بس في شغله بدي اقول لكم اياها. الدوله حاولت تجزئنا من 48 لحد اليوم. اولا تطوعت السكن من شان يضمن الانسان كرامه الانسان، من شان يضمن له حق اساس اخر له حق الحياه والامن في حياته. حق السكن هو اساس بحياة الإنسان وبمشاعره في يومياته، لكن لا يمكن أنه نفصل حق اجتماعي حق أساسي عن السياسي اللي مفروضة على حياتنا اليومية. النظام في هالدولة بيعترف في حق السكن للإنسان، لكن هناك فرق أو بعد بين النظرية والتطبيق. النظرية اعتراف، لكن التطبيق بده يجيب كل الماكينات في العالم من شان ندور نطبق في كل بلد وبلد هالحق اللي هو أساس. احنا بنعرف مثل ما حكوا الشباب انه القرى العربية هجرت مع العلم انه نظام الحكم بيعترف في حق الوجود وحق السكن في بلادنا. في قرار المحكمة العليا مثل ما بتعرفوا عن بلدتي إقرث وبرعم، بهذول القريتين في قرار محكمة عليا لإعادة الأهالي إلى البلد. لكن نرجع لقضية التنفيذ، الاعتراف موجود، التنفيذ غير موجود. مثال آخر على الاعتراف بحق السكن، في عنا شاب من باقة الغربية عادل قعدان، اسمه عادل قعدان. عادل قعدان لما شاف انه في مناقصة في مستوطنة كتسير اللي بحد الضفة الغربية بحد باقة، لما في مناقصة هناك على الأراضي راح تقدم إنه بده قطعة أرض من المنهال من أملاك الدولة من شان يعمر فيها. الكيبوتس رغم القانونية في حقه مشاب، رغم القانونية في حقه إنه يحصل على شقفة الأرض رفضوا. اتوجه للمحكمة العليا، محكمة العدل يعني. محكمة العدل أقرت إنه ما دام هو بيستجيب على كل الشروط إذا يجب إعطاء شقة الأرض. رجعوا للمشاب نفسه، المشاب مرة ثانية رفض تطبيق قرار المحكمة بادعاء إنه أنتوا العرب إلكوا عادات وتقاليد مختلفة، وين بدك تمارسها يا عادل قعدان انت ولادك ومرتك في هالمشاب؟ كيف ممكن تمارسها معانا وفي اختلاف في بعد بيننا؟ لكن هو اصر انه يحصل على قطعة الارض، واستطاع انه يحصل على قطعة الارض.